عسلامة ومرحبا بكم. في بعض الأحيان تبدأ عنا مصلحة بشخص ويجيني واحد من المعارف متاعي يقول لي ما تمشيلوش خطر هذاك ما يقضي لكش أمورك، وإلا صعيب، وإلا يرجعك غدوة وغيره. في بعض الأحيان زادة في أول العام ندخلوا نقرأوا عند بروف، يجي واحد من التلامذة اللي قرأوا عنده قبل يقول لنا راهو البروف هذاك صعيب، راهو ما يفهمش، راهو ما يعطيش النوت، وغيرها من الأحكام المسبقة. نصيحتي ليك صفي نيتك وادخل مع كل شخص عندك به مصلحة نيتك صافية، خليك ندخل معاه. أكيد ينجم يكون مقضاش الفلان، ما نعملوش جينيراليزاسيون، ينجم يقضي لك ليك أنت. البروف اللي سيبوزي ما يعطيش النوت لفلان، نجم أنت تخدم على روحك وتاخذ النوت متاعك. أما كي تدخلوا بالمونتاليتي متاع أنه باش ما يعطيش النوت، سي نورمال أنت ماكش باش تبذل الجهد متاعك الكل، وعادي جدا ما تاخذش النوت كاملة. وكما يقول الله تعالى إن بعض الظن إثم، صدق الله العظيم. صفي نيتك تقضي حوايجك. ميرسي.